إخواننا صلاة الجماعة، خاصة نتكلم عن الدعاة وصلاة الجماعة. أنا في دورة من الدورات قالوا لي الشاهي أخضر أو أحمر؟ قلت لا، الشاهي أخضر ولا أحمر. عمرك تشوف بن عثيمين أو الشيخ العباد جالس حفظه الله على الكرسي وحاط شاهي أحمر؟ عيب، والله عيب. الشاهي والقهوة بعد الدرس. إيه نعم. وبعضهم قال لي أيضا، مرة واحد قال متى الدرس؟ قلت بعد الصلاة. قال وين تصلي؟ تصلي في عندكم في المسجد. قال العادة يجينا بعض المشايخ يصلي في الفندق. قلت أنا لو بصلي في الفندق صليت عندي هناك في بيتنا. أنا أجي هنا أبغى أشوف كيف تصلوا. عندنا بعض الدعاة إذا خرج للدعوة ما يصلي بالناس. تعرف ليش؟ ما يصلي. قل أنت صلي، وين إمامكم؟ شيخ خالد تقدم صلي. قال ليه؟ قال أنا جئت أعلم. أنا عندما أصلي أنا لا أدري كيف هذا يصلي بكم، تقدم أنت وصلي. ممكن تقرأ الذين ولا تقرأ الذين، صح؟ أي نعم. فهذا يتقدم يصلي، أنا أرى كيف الصلاة، كيف البرنامج، إيش يصنع. أما أن أمر هكذا لا، ما يمكن. أو يكون مثلا الشيخ لا حافظ على الصلاة، أو الشيخ مثلا، يا أخواننا هذا أمر والله مهم جدا، ما يمكن أنه يأتي، وهذا صعب والله صعب جدا، أن يجي واحد يدرس يقول والدعوة إلى الله لها شروط خمسة. الأول، احفظ أنت أول، صح؟ ممكن يقرأ متن ويشرح، أما يقرأ لك كل شيء ويبغاك تحفظ، احفظ أنت أولا، تعلم أنت أولا، صحيح أم لا؟ قل شروط الدعوة خمسة: إخلاص، علم شرعي، حكمة، معرفة حال المدعو، الصبر. إيه نعم. فهو ما يحفظ، يبغاني أحفظ، ما يمكن أحفظ. فهذا أمر مهم جدا، أننا تكون أنت إذا خرجت قدوة للآخرين. لا، هذا إمام هناك، إمام في بوركينا فاسو، أنا أجعل هذا الإمام يصلي حتى أعرف كيف هذا يصلي بالناس. وصح طبعا. طب ممكن أنا أصلي صلاة صلاتين، أما أتولى كل الصلوات كيف أعرف؟ مفهوم؟ ثم أخواننا، أسهل طريقة عندنا في تعليم الناس إذا سافرت أي مكان، من يوم تركب مسلم يقول نعم، قل اقرأ الفاتحة. والله سهل جدا، صح؟ اقرأ الفاتحة، فاقرأ عليك الفاتحة، نعمة تصحح له قراءة الفاتحة. يا أخي، هذا اللي يدرس القراءات العشر، هذا اللي يدرس قراءات عشر ينتفع الناس منه أكثر ما يكون بالفاتحة. رؤي أحد القراء الكبار بعد موته، قالوا ماذا صنع الله بك؟ قال غفر لي. قال بماذا؟ لأنه كان طيلة الأسبوع يدرس طلاب الكبار قراءة عشر، قال بتعليم العجائز سورة الفاتحة يوم الجمعة. يوم الجمعة عنده إجازة ويعلم العجائز، غفر لي بهذا. يا أخواننا، نريدكم تعلموا الناس مبادئ الدين. بس من علم الإمام أحمد لا إله إلا الله؟ إمام أهل السنة. من علموا لا إله إلا الله؟ كل أجور أحمد اللي علم أحمد لا إله الله، الشيخ الحذيفي، الشيخ السديس، اللي علم الشيخ الحذيفي، الشيخ السديس حفظهم الله الفاتحة، كل أجور هؤلاء لمن؟ لهذا اللي علموا الفاتحة، مو الذي علموا القراءات العشر. والله صدق.